الزمالك يعني في التوقيت الحالي، وهو يعني في بعض اللاعبين يعني لسه ما حسموش أمرهم بالنسبة لتمديد التعاقد أو يمشوا اللعيبه اللي مش عايز تقعد في الزمالك تمشي. انا لو مسؤول في الزمالك هقعد ادي عرض، امشي يا حبيبي، امشي امشي. مفيش لعيب اكبر من الزمالك، الزمالك اكبر منكم كلكم. تقعد انت مفروض ان طبيعي ان اي لعيب كوره يبقى سعيد وفخور ان الزمالك بيعرض عليه ان هو يجدد له. فاهمني؟ اي حد عايز يمشي يمشي يمشي. ولازم ده لازم دي ده لازم دي تبقى فلسفه الاداره. امشي. شكرا، انت عقدك كذا، هتقعد مش هتقعد، امشي. شكرا. بكل بساطه يعني. هو يمكن اداره الزمالك اعلنت يعني نفس الكلام دوت قبل كده، يعني اول لما جت قالت اللي عايز يجدد اهلا وسهلا بيه، اللي مش عايز يجدد مش هيفرق مع الزمالك. طبعا هو ده الكلام. مفيش يعني، هو في حد يا جماعه يطول يلعب في الزمالك؟ في الفلوس وشعبيه وجماهيريه ونجوميه وكل حاجه يعني. فاللي عايز يقعد اللي عايز يمشي يشتغل مع الثاني يعني. بكل بساطه يعني. عوده فرجاني ساسي، انت يعني شايف ان هل ممكن يرجع مره تانية نادي الزمالك، وهل نادي الزمالك ممكن يستفيد منه في حاله عودته؟ طبعا على المستوى الفني وعلى كل المستويات طبعا. وعلى فكره فرجاني يعني فيه خط مفتوح معاه، وانا بقول لك يعني في كلام ان هو يرجع. خلي بالك ان فرجاني عرف قيمه الزمالك لما مشي من الزمالك. النجوميه وال يا جماعه، فرجاني كان وهو في الزمالك كان بيلعب اساسي في منتخب تونس. دلوقتي ما بيلعبش. ما بيلعبش اساسي في منتخب تونس ولا حتى يروح منتخب تونس. فعارف ايه الزمالك؟ الزمالك بيلمع اي لعيب، بيكبر اي لعيب، هو عارف الكلام ده وقت ما مشي. بتشوف الزمالك قادر على ان هو يتخطى دور المجموعات؟ الزمالك ان شاء الله هيكسب الثلاث ماتشات الجايين وهيصعد باذن الله. الماتش الجاي ماتش مصيري، وفريرة قال الكلام ده واحنا كلنا عارفين الكلام ده، والزمالك هيصعد ان شاء الله. الأهلي في مواجهة